اجثو على ركبتيك واستقبل القبلة وارفع كفيك إلى رب الجلالة ومحقق الأحلام. ادعه بقلب خاشع موقن بالإجابة بأن يعينك على طريق الحياة وأن يحقق لك ما تريد وأن يسخر لك الأسباب التي تساعدك على النجاح وأن يزيدك قوة وصبرا على ما يواجهك من عقبات. إنك بحاجة إلى أن يقف معك مدبر هذا الكون، فهو أعلم بحالك وبما يضرك ويسرك. إنك بحاجة إلى هذا التواصل الروحي بينك وبين رب العزة لتعود إليك الطمأنينة والنشاط والهمة والطاقة من جديد.